بجد ترحيب بحضراتكم. ما زلنا مستمرين كلامنا عن نهائي افريقيا دوري ابطال افريقيا 2017. اكيد النادي الاهلي بتطلع للنجمه التاسعه، لكن طبعا محتاجه مجهود كبير. طويله صفحه مباراه النجم في دور النصف النهائي ان شاء الله، من خلال مؤازره الجماهير ووجودنا بشكل مميز، حاله فنيه وبدنيه عاليه، ان شاء الله تبقى هذه النجمه موجوده في دولاب بطولات النادي الاهلي. كلام كتير عن المباراه ايضا من خلال النقاد الرياضيين، واكيد نظره الصحافه هتبقى مختلفه عن الشكل الفني بشكل كبير. هيكون معايا استاذ نصر محروس الناقد الرياضي بروزا اليوسف. استاذ نصر برحب بحضرتك. اهلا بيك كابتن، تحياتي لحضرتك، ربنا يخليك. خليني اكلمك الاول بدايه، يعني جمهور النادي الاهلي وتاثيره على المباراه القادمه، خصوصا المباراه الاولى ان شاء الله هتكون هنا في استاد الجيش برج العرب، المباراة الثانية هتكون في استاد محمد الخامس بالمغرب، فبالتالي لازم تنتهز فرصة ان انت معاك جمهورك وتحقق نتيجة ايجابية بشكل كبير. بشكل كبير زي ما عملت طبعا في مباراة النادي. اعتدنا دايما وابدا ان جمهور النادي الاهلي بيكون عامل دفع مش عامل تأثير سلبي على النادي الاهلي. يمكن الفترة الأخيرة في كم من الرؤية والنضوج عند جمهور النادي الاهلي بشكل كبير، حتى صغار السن، حتى المجموعة لسه ما نضجوش يمكن من الناحية الإنسانية والاجتماعية، ولكن كرويا عندهم حالة من النضوج تكفي ان هم يكونوا أهل للثقة في المرحلة دي. جمهور النادي الاهلي ما بيضغطش على اللعيبه بشكل كبير، فاهمين الوضع الحالي بالنسبه ده اتضح بشكل كبير في مباريات. احنا قلنا النادي الاهلي بلس 90 دايما، مباريات كتير متعب وسعد سمير وغيره حقق النتيجه، النقط الكامله الثلاث نقاط سواء الفوز، انت محتاج نتيجه فوز في المباراه دي بشكل كبير. الجمهور انتظر عليه لحد بعد الدقيقه 90، كان ظل ان هو يساند ويآزر، فيش ما شفناش زي ما بيحصل في بعض الفرق الثانيه وبعض الدوريات الثانيه. مباراه سبورت اه طبعا كونفدريشن كاب طبعا، ده الموضوع ده بشكل كبير موجود عند جمهور النادي الاهلي. واحنا اعتدنا ان الامواج الهادئه لا تصنع بحار ماهر، احنا النادي الاهلي اعتاد ان هو يغوص في غمار الامواج العاتيه. النادي الاهلي اعتاد الفتره الاخيره هو حامل الشراع مفرده في الكره المصريه الفتره الاخيره، عايز يوصل للنجمه التاسعه. النجمه التاسعه بتمثل النادي الاهلي وجمهوره حلم، بتمثل للمصريين بشكل عام طموح مختلف بعد الصعود لكاس العالم. صحيح. احنا محتاجين ان احنا نثبت ان مش بس عندنا منتخب قوي، لا عندنا انديه هي اللي فرزت ده. كان عندنا فعلا عدد من المحترفين لا باس به، ولكن اللاعبين المحليين كان لهم تاثير بشكل كبير. الانتاج الدوري المصري هو اللي وصل بالكره المصريه العالميه، ده اللي كمان لازم بيوصل النادي الاهلي، ده بيضخ عدد من الاستثمارات بشكل كبير. القوة الناعمة بقى ليها تأثير بشكل غير عادي في العالم بشكل عام. كنا احنا بعاد كل البعد عن الركب ده، ولكن استطاع النادي الاهلي ان هو يقود السفينه بشكل كبير. النادي الاهلي وصل بالكره المصريه العالميه في كتير من المحافل، فده اللي محتاجينه، ده اللي محتاجينه كاس العالم للانديه النسخه القادمه بشكل كبير تكون مختلفه. كل الاختلاف طبعا لمصر عن كل يعني اللي فات. خلي بالك انت بتتكلم في شهر 12، نعم اسم مصر هيتردد من بدايه من شهر 12 حتى ان شاء الله في 6 في روسيا من خلال طبعا منتخبنا الوطني. فلا يعني اتمنى يا رب يبقى يتحقق ده ان شاء الله النجمه التاسعه وصول لكاس العالم المره السادسه خلال طبعا النادي. والظروف كمان مهيئه، مش بس الجمهور هو اللي متعاون، لا حتى الرؤيه تقول ان في عندك خصم او منافس في الدوري المصري هو بيكون مش حابب ان انت تكون موجود. لا لازم نشيد بموقف اداره نادي الزمالك وموافقتها على تاجيل لقاء وادي دجله 24 ساعه، ده العقل والمنطق قال كده. نشيد بدور عامر حسين ان هو كان في مباراه المصري والاسماعيلي كمان، راجل قدم المباراه عشان المرام بتاع الوداد. شايفين ان كل المنظومه بشكل كبير، بدايه من الجمهور الاكبر مسؤول عن الرياضه في مصر اللي مهندس خالد عبد العزيز، كل الدعم وكل المسانده للاعبي النادي الاهلي، ولكن تبقى الكلمه الاخيره للاعبي النادي الاهلي ال 11 لاعب في الملعب مع الجهاز الفني. ما كملناش بس يعني نعم. جزئيه الجمهور وكان سبب فوز النادي الاهلي بامانه طبعا، وخصوصا من الدقيقه الاولى وهدف علي معلول، هو كان وانا متاكد من كده هو شكل الجمهور بالنسبه للاعبي النادي الاهلي وبالنسبه لفريق النجم ايضا. بالظبط، هي النقطه الايجابيه بشكل كبير ان انت لما تتكلم بلغه المنطق ان دوله بتلعب دوري بيلعب 4 أو 5 مواسم في غياب الجمهور، يبقى في وجود الجمهور اللاعبين هيكونوا خايفين شويه، مهزوزين شويه، تسرع في بعض القرارات، ولكن لا على العكس تماما، لاعبي النادي الاهلي استغلوا وجود الجمهور افضل استغلال ممكن، كان المسانده والمؤازره من بدايه المباراه لنهايتها. ولكن هي النقطه اللي لازم ندوس عليها شويه ان الجمهور ما يجهدش نفسه، الجمهور
بيبقى موجود من بدري، مفيش مشكله، احنا الدواعي الامنيه والشكل الامني مطالبين بتنفيذه بشكل كبير، ولكن الجمهور يحاول يحافظ على القوه والطاقه اللي موجوده عنده لصافره البدايه، وان كان رغم كل المجهود اللي بيبذلوه لكن مع صافره البدايه كانت المؤازره وكانت المسانده، وشفنا عوده كمان الاسر للمدرجات، يمكن شفناها في المنتخب الوطني، ولكن مع النادي الاهلي بعاد الاسر، عاد السيدات المدرجات، عاد الاطفال للمدرجات، اعتقد هو هيكون عامل ايجابي بشكل كبير مع النادي الاهلي. هو شكل جميل، وده اللي احنا بنحاول نخلينا مستمرين فيه، وتجربه ان احنا دلوقتي مرينا بنخش وناخد تذاكرنا من على الانترنت، بيقول لك في ظرف في البدايه 200,000 واحد بيخش موقع النادي الاهلي عشان ياخد تذاكر ل 50,000، فدي بالزبط. حاجه يعني هو هنا لازم نتكلم، ده عدد كمان قليل من جماهير النادي الاهلي، لازم نشيد كمان بالناحيه التنفيذيه في النادي الاهلي، لازم نشيد بالناحيه التنفيذيه في النادي الاهلي، المباراه كانوا بيطالبوا ان هي تكون يوم الاحد، لان انت عايز تاخد نفسك شويه، لسه عندك امور عايز ترتبها، عندك مجلس اداره كان معد ليه مسبقا، عندك انتخابات، انت كمان في مرحله هامه جدا، حقبه من اهم حقب تاريخ النادي الاهلي، ولكن الاداره التنفيذيه للنادي الاهلي تقدر انها تتواصل مع كافه الجهات، مع اتحاد الكره عشان ترتيب ملعب المباراه، ثم الدور دلوقتي الاكبر مع الجهات الامنيه عشان زياده العدد من 50، النادي الاهلي بيطالب ب 70، انا شايف بشكل كبير الامور ربما تستقر عن 60 او 65,000، وده عدد حتى الان عدد غير ال 60 وال 70 اللي احنا طلبناهم بالفعل، واستقر الان على 50,000، لكن يعني احنا زي ما بنشوف 50 ب 60 بالظبط، نتوسل من الفتره الجايه كمان، هو الامن هو ما هو نفس يعني هو الامن هو مين؟ هو اخويا واخوك وصاحبي وصاحبك، هي الدنيا مش بعيده، كمان عايزين يعيشوا الفرحه، عايزين يكونوا مشاركين في الامر ده بشكل كبير، ولكن لازم الخط العريض ان احنا نحافظ على اللي هم بيقولوه، ان احنا نحافظ على اشتراطات الامن لحضور المباريات. انا كنت عايز افهم ايه الفرق ما بين بقى 50 و70؟ طب ما هو الواضح جدا بالظبط الاتيتيود او الشكل اللي كان فيه في جمهور النادي الاهلي في المباراه الاولى، طب ما اكيد هيبقى في المباراه الثانيه كده، فالعدد حتى لو كان زاد كان هيبقى نفس الشكل. والله هو العدد تجاوز ال 68,000 على الرغم ان كان مسموح بيه ال 50 ساعتها، واعتقد دلوقتي كمان الاعداد تجاوز، هو الامن لما الدنيا بتبقى ماشيه ومفيش عقبات قدامه وشايف ان الامور ماشيه بشكل مستقر بيبدا ان هو يفتح الابواب، بيبدا ان هو حد موجود، احنا بنتكلم كمان ان في دعوات كتير موجوده سواء الفريق الضيف او النادي الاهلي، دعوات اللي هو عاملها مع التنفيذيين مع غيره، لا العدد هيتخطى ده، ولكن احنا عايزين العدد الرسمي، يعني برضو وزاره الداخليه كتر خيرها بتحمي وبتأمن المنشآت وبتشرف على كتير من العمليات، فأعتقد أن الفترة اللي جاية نتمنى يكون القرار بشكل رسمي، إما كانش بشكل رسمي يبقى نلتزم بالمعايير الموجودة. طيب خلينا نروح للمباراة، مباراة الوداد ونهائي أفريقيا، ودائما النهائيات ما بتبقاش مباراة سهلة بالظبط، لكن طبعا وزي أنت كمان بتلعب فريق كان معاك في مجموعتك بالظبط، أنت كسبته مرة هو كسبك مرة، مرة في المغرب ومرة أنت كسبته هنا في استاد الجيش برج العرب، مباراة صعوبتها وبتشوف ان انت كفريق نادي الاهلي سهلها نفسه على نفسه ازاي في هذه المباراه خصوصا ان هي على الارض. اول حاجه ينسى مواجهه النجم، ده رقم واحد واثنين وثلاثه، انت ما ينفعش تبني اي حاجه على مواجهه النجم، هي مواجهه استثنائيه بكل ما فيها كل ما تعني الكلمه من معنى، انت خلاص تنسى ده، وان انت خلاص تخطيت المباراه دي بشكل كبير، عندك منافس مختلف من كافه النواحي، مختلف سواء تكتيكيا او تنظيميا، وكمان انت بعد النتيجه اللي انت عملتها لا الوضع اختلف بشكل كبير. عايزين نروح لتشكيل الوداد، تشكيل الوداد ربما ابرز اللاعبين ممكن يكونوا موجودين بالظبط، هو ربما هو ابرز التغييرات، هو عنده نعيم عراب، عنده خلاص بعد طرد السرد السرد باك اللي كان موجود في مباراه اتحاد العاصمه، هيتم الاستعانه بنعيم، ده الاقتراح الاقرب بنسبه 90%، او الاقتراح الثاني ان هيرجع صلاح الدين السعيدي، هيرجع كسيرد باك وهيكون موجود مكانه ايدو هيكون موجود مكان صلاح الدين السعيدي، ولكن نقاط القوه في فرقه الوداد بشكل كبير هو مش فرقه فرد زي ما كان موجود في كتير من انديه شمال افريقيا، هو بيعتمد على فرد او اثنين هي اللي بيقودوا الناحيه الهجوميه بتاعته، لا هو عنده حاله من الجماعيه بشكل كبير، فريق مرتب، فريق منظم، يمكن كمان قرب الخطوط بتاعته بيقفل، هو بيعمل تكتلات بشكل قوي، هو ده اللي محتاجه، محتاج يطلع باقل خسائر ممكنه، لو خسر يبقى خسر بفرق هدف، او تعادل او يسعى لا قدر الله لتحقيق الفوز. النقطه الثانيه المهمه من ابرز نقاط القوه عنده هو المهاجم الوهمي، اشرف بن شرقي، هو ما بيلعبش مهاجم بشكل كبير، ان هو مركزه الاساسي اصلا كان جناح، تم الاستعانه بيه في الفتره الحاليه كمهاجم، هو مهاجم وهمي، هو بيرجع
بيسحب معاه سيرد باك قصير كده ولاعيب كوره وحريف، فمش مكانه، مش مكان سنتر فيرود. بيرجع ويدي الفرصه لصلاح الدين السعيدي ووليد الكردي، هم اللي بيزيدوا بشكل كبير، بالاضافه لمحمد بناجم هو نجم الفريق، هو صاحب راجل عنده لمسات وعنده الناحيه القياديه كمان حتى في الملعب، وجوده مش بس فني مع اللاعبين بيديهم ثقه بشكل كبير، بالاضافه للطرف الايسر الجناح الايسر اسماعيل الحداد، دول ابرز اللاعبين لاعبي النجم. هو الوداد بيلعب 4 3 3 في حاله الدفاع، وفي حاله الهجوم 4 1 4 1. عنده مدير فني هادي متزن بشكل كبير، مش متسرع زي المدير الفني للنجم، عنده شويه اقرب للكابتن حسام البدري، اقرب للكابتن حسام البدري في هدوءه في تركيزه، في ان هو مش مندفع. هو نفس الوضع يعني، مغربي وهنا كابتن حسام البدري مصري، فبالتالي ما فيش بالظبط. مدير فني وطني بيفرق، يعني بيفرق حتى مش على الناحيه البث الفنيه، لا على الناحيه النفسيه، بيعرف يتعامل مع اللاعبين نفسيا، لان مهمته ثقيله، مهمته ثقيله بعد فوز النادي الاهلي، بعد السداسيه اللي حققها مع النجم، ازاي تاهل لاعبي الوداد ان هم يستقبلوا فريق راجع من فوز عريض في قبل نهائي، وانت كمان واصل مش واصل مستريح. يعني الوداد وصوله في المجموعات، وصوله في التمهيدي مع بطل الجابون، وصل بركلات ترجيح، ثم مشواره ما عملش نتائج مبهره، يعني ما عملش النتائج اللي تخضك منه. طب ولكن انت كويس، انت جبت لي سيره فريق الوداد ووصوله لدور النهائي، هل يختلف فريق الوداد في دوري المجموعات عن فريق الوداد في نهائي افريقيا؟ الموضوع مختلف بشكل كبير. شوف مشوار الوداد، التمهيدي كان اس اف بطل الجابون، فاز 1-0 في المغرب، وتلقى هزيمه في الجابون 1-0، وصعد بركلات الترجيح بنتيجه 5-4. مشواره في دوري المجموعات زي ما بقول لحضرتك ما كانش مبهر، يعني هو فاز على زناكو الزامبي 1-0، فاز على القطن الكاميروني 2-0، ثم النادي الاهلي مباراه الذهاب والعوده، خسر هنا 2-0، وفاز هناك 2-0، وصولا لدور الثمانيه. دور الثمانيه مفترض انت بعد دوري المجموعات بتبدا في المباريات خروج المغلوب، بتبدا الرؤيه بتختلف والاستراتيجيه بتختلف شويه، ما بيبقاش فيها كوره، يعني مباراه النجم والاهلي زي ما قلنا ده نموذج استثنائي، ولكن المباريات دي ما بيبقاش فيها كوره بشكل كبير، هي تكتيكيه في المقام الاول، الجهاز الفني بيلعب فيها الدور الاكبر. الوداد احرز 12 هدف طول مسيرته في البطولة من بدايتها، استقبل 6 أهداف منهم هدفين بس للنادي الأهلي، يعني تلت الأهداف اللي استقبلها فريق الوداد كان من النادي الأهلي. دور الثمانية فاز على صن داونز 1-0 في المغرب، وهزيمة هناك 2-0 برضه. فريق قوي، خلي بالك هو لاعب فريق قوي. طبعا فريق مميزة جدا. لا يستهان به، طبعا لا يستهان به. وفي النهاية صعد بركلات ترجيح 3-2، ثم مواجهته قبل النهائي أمام اتحاد العاصمة، تعادل السلبي في الجزائر 0-0، ثم الفوز مباراته الأخيرة 3-1، ظهر فيها اللي كنت بقول لحضرتك عليه المهاجم الوهمي أشرف. كان أشرف بن شرقية كان سجل هدفين، والهدف الثالث سجله الكردي، فالفرقه من الناحيه الهجوميه والدفاعيه متوازنه، يعني سجل 12 هدف استقبل 6 اهداف، يمكن النادي الاهلي يفرق بشكل كبير عشان النتيجه الاخيره احرز 19 هدف واستقبل 10 اهداف، الكفه مش بعيده ما بين الاهلي والوداد، ثم ان مباراه النهائيات دائما ما تخضع لمعايير مختلفه، يعني انت بتنسى كل اللي فات وفقط مؤشرات تقدر تبني عليها، ودائما المؤشرات بتعطي نتائج. انت بتعتمد بقى على ايه هنا يا استاذ ناصر؟ انت بتعتمد على الخبرات، يعني النادي الاهلي لما اقول وصوله للنهائيات 11 مره حتى الان، 10 قبل كده بالظبط، اخفق في مرتين بس فقط لغير وصوله على هذه البطوله 8 مرات، بيرجح بشكل كبير كفه النادي الاهلي، ولا بتشوفها ازاي برضو؟ هل ملهاش مقاييس في المباراه النهائيه ولا ايه؟ لا ليها بشكل كبير، تحديدا في النهائيات، يعني انت طبعا اضرب الامور دي كلها اللي كانت رجليك في الملعب، وجود عناصر الخبره في الملعب، وجود حد متمرس على ان هو يقدر يلعب تحت ضغط، يقدر يستحمل حتى لو في نتيجه سلبيه، يقدر يرجع اللاعبين ازاي. مش هبعد بعيد المثال بتاع محمد صلاح واللقطه الشهيره بتاعته لما وقع وقام واتحرك في مباراه الكونغو الصعود، هنا كان عندك اللاعب اللي قدر يقوم بالدور ده، لا احنا عندنا في النادي الاهلي لا اكتر من لاعب يقدر يقوم بده، شريف اكرامي بخبراته العريضه، احمد فتحي بامكانياته وخبراته، عبد الله السعيد، مؤمن، خلاص اصبح اللاعبين كلهم عندهم كم من الخبرات لا يستهان به. وجود الاسماء دي، وجود الخبرات دي، وكان دايما في الانديه يقول ان الخبرات شويه قليلين بدنيا من ناحيه السرعات، ولكن انا شايف احمد فتحي من اهم الخبرات اللي موجوده يمكن في الرياضه
الكره المصريه مش بس في النادي الاهلي، ولكن هو من اعلى اللياقه، اعلى لعيب امتلاك للياقه البدنيه، عنده سرعات بشكل كبير قوي، لعيب زي ما بنقول لعيب راجل في الملعب، مش بس خبره وهو بيبدا تديله دقائق معينه او بيبقى تاثيره في الملعب قليل، لا انت بتديله بتعتمد عليه بشكل كبير. يمكن لما نروح لتشكيل النادي الاهلي هيبقى اعتقد احمد فتحي هيكون ليه الدور اللي هيبدا من البدايه بعد عودته من الايقاف. وجود العناصر دي، وجود عناصر الخبره، لان مباريات النهائيات بتحتمل كتير، انت بتلعب شوط هنا في القاهره صحيح. ثم شوط في المغرب، فعندك الدنيا مفتوحه، الدنيا مفتوحه وفي ضغط عصبي وانت لسه مش عارف هناك لما تروح الدنيا هتكون عامله ازاي. ان شاء الله تكون الصفوف متكامله. جمهورهم خلي بالك احنا بنقول برضو يطلق على فريق الوداد البيضاوي هو القلعه الحمراء ايضا. طبعا بالنسبه لهناك بالنسبه للجمهور الوداد طبعا، ولكن دائما وابدا التاريخ بيصب في ناحيه النادي الاهلي. انا هقول لك تاريخ المواجهات ما بين الوداد والاهلي، عدد مباريات 7 مناسبات ما بين الاهلي والوداد، 6 رسميه واحده وديه، فاز الاهلي 3 مرات، التعادل 3 مرات ما بين الفرقتين، حقق الوداد فوز وحيد في تاريخه على النادي الاهلي اللي هو تقريبا الفوز بتاع اللي كان موجود في دوري المجموعات. ايضا النادي الاهلي 7 اهداف في مرمى الوداد، 6 اهداف فقط في مرمى النادي الاهلي. ده تاريخ المواجهات ما بين الاهلي والوداد المغربي. احنا لما نقيس، ما احنا عندنا تاريخين ما ينفعش نتجاهل الاثنين، تاريخ المواجهات المباشره ما بين الفرقتين ثم التاريخ بشكل عام لما تقيس على القاره السمراء. القاره السمراء النادي الاهلي يعزف منفردا في الصداره، 8 نجمات وخلاص انت بيتعمل له حساب، اصبح الاقرب ليه 5 تاني. طبعا اصبح يعني حتى الخارج كمان بيحط النادي الاهلي في مربع احنا نكون فخورين بيه، فما بالك بهنا الداخل وهو نادي القرن في افريقيا، هو النادي الاعلى بطولات، هو الاقوى، هو كل حاجه. ولما نروح النادي الاهلي الموضوع اي منظومه كرويه ناجحه هي ليها 4 محاور لا غير، انت تبدا بالمحور الاول، انت داخل على المباراه حد يحط نفسه مكان الكابتن حسام البدري، انت عندك 4 محاور لازم تبدا بيهم بنفس الترتيب. انت في البدايه تحدد هدف، انت تحدد هدفك هو المحور الاول، تحديد الهدف من المباراه، كابتن حسام البدري يحدد هدفه ايه من المباراه، انا محتاج طبعا 100% هو محتاج يحقق نتيجه ايجابيه بالفوز، ثم النقطه الثانيه هي اختيار الخطه المناسبه، ده المحور الثاني، انا خلاص حددت هدفي انا محتاج فوز ثم اختار الخطه المناسبه لده، المحور الثالث هو تسكين اللاعبين، انا خلاص حددت الهدف ثم عملت الخطه لده، وين ابدا اسكن اللاعبين، ابدا اشوف المراكز مين اللي متاح عندي، ده حاجه اسمها الاستراتيجيه. بالظبط، استراتيجيه الاداء. النقطه الرابعه هي ان انا ببدا اقسم بقى المباراه بشكل كبير، انا خلاص هبدا اول او بالبدايه اول ربع ساعه مثلا ايه، ثم ببدا استعين بالبدلاء، ده المحور الرابع هو ال 90 دقيقه نفسهم، انت عندك 3 محاور قبل 90 دقيقه، ببدا احدد هدف ثم اضع الخطه المناسبه لي ثم اسكن اللاعبين، وبعد كده اداره المباراه كابتن حسام بدري خلاص يمتلك من الخبرات اللي هو ربما احنا بس بنضع نقط ضوء على بعض الاماكن وبعض المراكز، ولكن انا اعتقد ان هو حافظ الامور اكتر من اي حد، هو خلاص حفظ لعيبته كل اللي مطلوب منهم، اعتقد كمان ان هو ربنا يبعد الاصابات عننا يا رب، هو خلاص بخصوص بقى الاصابات بقى انت اتكلمت في الاصابات، وجود لاعب زي صالح جمعه تالق في المباراه الاخيره بالظبط خارج القايمه، وايضا حسام عاشور مستمر في اصابته ان شاء الله يرجع بالسلامه هما الاثنين، لكن كابتن حسام في المباراه الاخيره عارف انت بتطمن لما بتشوف لعيبه مميزه وقويه ومؤثره في الفريق بتبقى موجوده بره، وتلاقي لعيب تاني بيبقى موجود وتحسش ان في اي تاثير في الملعب او اي تاثير في الخطط اللي ممكن ربما ده يعمل لك نوع من الحيره كمان، يعني انت عندك خلاص تاكد حسام عاشور بره، صالح جمعه ان شاء الله يكون في العوده في مباراه الاياب، انت عندك لاعب واحد ولكن هو مؤثر بشكل كبير، حسام عاشور هو يعني كان بيشيل الحته دي لوحده بقاله فتره كبيره جدا، ترددت الانباء انا هعمل ايه؟ هفضل مستقر زي ما انا، رامي ربيعه موجود ويبقى موجود احمد فتحي، ولا احمد فتحي هي خلاص هيبقى موجود في وسط الملعب ويرجع رامي ربيعه سيرد باك تاني، انا شايف ان الصوره الاقرب هو سعد سمير ونجيب هيكونوا موجودين كسرد باكين، ثم معلول واحمد فتحي هيكون موجود باك يمين، وهيتم هنركن محمد هاني يتم الاستعانه بيه في اي وقت، وعبد الله السعيد واجايه ومؤمن وفي الهجوم ازارو، اعتقد ده الشكل وده التشكيل الاقرب ربما يكون هو لرؤيه الكابتن حسام البدري، ولكن هم العنصرين بتوع الغيابات
الاصابه او الايقاف. العنصر المهم جدا بتاع الاصابه والحمد لله عندنا بس حسام عاشور ربنا يعود بالسلامه ان شاء الله، وصالح صالح اعتقد الموضوع يعني خلال ساعات ان شاء الله رب العالمين هيكون كويس ويبدا ان هو يرجع تاني. دايما بتبقى عايز لعيب سليم 100% طبعا يعني هي دي النقطه، ما فيش احتمالات يعني حسام يبقى عبد الله سعيد جاهز. نعم اعتقد الامور بالنسبه لصالح ممكن كابتن حسام يفكر انت في حاجه ليه في اوقات معينه، لكن يعني برضه سلامه اللعيب ده مهمه جدا. طبعا بشكل كبير انت مش عايز تبص على المدى القريب ان انا استفيد منه. عندك مباراه تانية؟ استفيد منه دلوقتي وانا لسه عندي أسبوع. مباراه تانية هي يمكن مش مباراه كمان، ده هي الشوط الثاني المباراه بالزبط. الاولى انا كمان عندي ست لاعبين، شريف اكرامي، محمد هاني، مؤمن سليمان، وليد سليمان، مؤمن زكريا، وليد سليمان جونيور، اجاييه، اللاعبين دول عندهم انذار واحد، دي النقطه المهمه جدا نخلي بالنا منها. لازم نركز فيها بشكل كبير، لازم اللاعبين النادي الاهلي عندهم من الخبرات اللي يأهلهم لذا ان هم يحافظوا على نفسهم، يحافظوا على الثبات الانفعالي بشكل كبير. عندنا حتى الحكم الاثيوبي يمكن تجربتنا معاه كمان كانت جيده مع النادي الاهلي، والراجل فير، راجل ما عندوش مشاكل قبل كده. ابتسامه هم مواليد 80، دولي من 2008، ادار ثلاث مباريات المنتخب الوطني حققنا فيهم الثلاثه الفوز، ادار النادي الاهلي مباراتين، مباراه عادل سلبي في 2013 مع البنزرتي التونسي، ثم مباراه الافريقي التونسي في دور 16 الكونفدراليه، وادار ايضا للوداد مباراتين سان داونز وزيسكو الزامبي. الراجل متزن، راجل من اهم الحكام الموجودين في افريقيا. احنا محتاجين وشه حلو كمان على النادي الاهلي. طبعا محتاجين يعني المباريات اللي حكم فيها النادي الاهلي عمره الحمد لله لا ما حصل اي اخفاق فيها يعني الحمد لله رب العالمين. احنا زي ما بنقول دي بس مؤشرات، والاهم هم ال 90 دقيقه الثبات الانفعالي اللي لعيب النادي الاهلي مطالبين بيه، كمان دكه النادي الاهلي مطالبه ان لازم نصبر على اللاعبين بشكل كبير. عندنا 90 دقيقه نستطيع ان شاء الله من خلالهم الحسم بنتيجه يعني تساعد النادي الاهلي في مباراه العوده. زي ما قلت لحضرتك كان النادي الاهلي طالب من المباراه تكون يوم الاحد، خلاص شاءت الاقدار المباراه يوم السبت. انا شايف ان يوم السبت كمان في صالح النادي الاهلي مش ضده. هو عامه بس عشان نوضح للناس ليه كان يوم السبت، احنا النادي الاهلي بعت جواب اللي بيطلب فيه الكاف بالزبط. ان المباراه تبقى يوم الاحد، لكن نظرا لامور تسويقيه الكاف طلب من النادي الاهلي ان هو يبقى يوم السبت، عشان بس نوضح هذه الجزئيه لجمهورنا. يعني هو النادي الاهلي كان باصص للموضوع ان هو عايز اللعيبه ترتاح اكتر، ولكن يمكن ده يكون عامل ضغط على لاعيب الوداد. لاعيب الوداد عندهم اكتر من نقطه تخلي الكفه في صالح النادي الاهلي. نمره واحد ان هم جاي من سفر طويل، سفر خمس ساعات، جاي بطياره خاصه لكن سفر طويل، وبين الطياره الخاصه كمان صغيره، الدنيا ما بتبقاش مريحه. جيت حضرتك خط التجارب دي كتير. الحاجه الثانيه ان هو لعب اتحاد العاصمه، لعب اخر 32 دقيقه، كان بيلعب ناقص لاعب، كان مباراه قويه، عنده اجهاد حصل لاعبيه، شفنا اخر خمس دقائق في شد حصل لاكتر من لاعب، سواء لعيبه كتير في النادي الوداد حصل لها شد، ويمكن ده يكون عامل ايجابي للنادي الاهلي ان المباراه انت يمكن اخذت الراحه الكافيه ليك، انت موجود على ارضك، ما سافرتش، ومباراه العوده برضو المده هتبقى كافيه، انت لسه عندك 5 نوفمبر المده كافيه. ولكن خلي بالك كمان يا استاذ نصر، كابتن حسام وانيس شلالي بيعرفوا يعملوا الريكفري بشكل كويس، حته اعاده الاستشفاء بيعملوها بشكل كويس جدا الحمد لله. حتى كمان التجربه اثبتت ان احنا بنستخدم كمان حته العقل، ان احنا يوم ما كنا بنلعب الترجي بالظبط قلنا هنقعد في تونس عشان نقدر نعمل الجزئيه دي، والحمد لله كان قرار اكتر من رائع. بالظبط يعني هو قرار خدتني ليه، هو قرار كان رائع من ناحيتين. نمره واحد النادي الاهلي هيستريح بشكل كبير، دي النقطه الايجابيه قوي في القرار. النقطه الثانيه اللي ما ينفعش ابعد عنها هو قرار المهندس محمود طاهر. المهندس محمود طاهر ان انا هفضل موجود، هتحمل الريسك على الرغم من الناس قالت المباراة صعبة وانت مش محقق نتيجة تريحك قوي هنا، ولكن وجوده والدعم المعنوي اللي حققه للاعبين هناك ان انا موجود في ظهركم، انا رقم واحد، انا حائط الصد، انا اللي بدعم، انا اللي بساند، ده ساعد بشكل كبير. يعني انت عندك الإدارة، الناس كمان بتخلط الفترة الأخيرة ان في انتخابات في النادي الأهلي، في صراع، في تهبيط، لا فرقة الكورة معزولة بشكل كبير، الكورة ملهاش أي علاقة بده، شفناش لعيب طلع صرح ولا طلع تواجد في أي مكان، ده مش موجود. ربما يكون عارف المسؤولية ربما يكون ده موجود في اي مكان تاني، ولكن مش موجود في النادي الاهلي. النادي الاهلي خلاص من حسام البدري ومجموعته وكتيبه اللاعبين بالجهاز الفني والاداري والطبي، النادي الاهلي ما لهمش اي علاقه باللي بيحصل. عمليه انتخابيه تسير في اتجاهها، ده شغل اعضاء جمعيه عموميه ما حدش له علاقه بيه، ولكن الناحيه الرياضيه تحديدا فريق الكره لا مركز بشكل كبير، عارف ان هو قدام حلم وطموح شخصي للاعبين قبل ما يكون لجمهورهم. اللاعبين عارفين ان هم هيتشافوا بشكل اكبر، عارفين
القيمه التسويقيه، عارفين ان هم بينتظرهم لا مستقبل افضل من كده بكتير، مع عوده النادي الاهلي، مع عوده الجمهور، مع عودته لكاس العالم للانديه، لا الدنيا هتكون مختلفه بشكل كبير، فهم محتاجين ده اكتر من اي حد. يعني الجمهور كمان، نرجع لحته الجمهور، الجمهور لازم يصبر على لاعبي النادي الاهلي حتى لو الدنيا تعثرت في البدايات. هو النادي الراجل الحسين عموته مش جاي يهزر او مش جاي مش هيتقدم، اه طبعا مش هيتقدم ويتحرك ويفتح لك زي ما النجم ما غلط الغلطه الكارثيه ان انت تفتح قدام فريق كبير، الراجل مش هيعمل كده خالص، حتى لو استقبل هدف هيفضل قافل وهيفضل مركز وخلاص، مش عايز الدنيا تتصعب عليه اكتر من كده. اه طبعا، لا هو الراجل عنده من الخبرات اللي هو جاي خلاص هيوقف، هيعمل حائط صد، انا مش عايز استقبل جون لو قدرت في مرتده ان انا اعمل حاجه، ولكن انا عايز اقفل، مش عايز النادي الاهلي يوصل لحارس مرمى، ده اللي هيعمله من البدايه. فالدنيا هتكون صعبه، الدنيا هتكون في البدايه مفيش حد متخيل ان المباراه هيتفرج على كره حلوه وكره جميله، ده اعتقد مش هيكون موجود. الحاجه الثانيه ان الدنيا مش هتكون بالسهوله اللي الناس متخيلها، ان احنا خلاص النجم والمباراه دي لا تتنسي من الذاكره تماما. طيب خليني اكمل تشكيلك اللي انت حطيته واداء اللاعبين واربطه باداء اللاعبين في مباراه النجم. نعم. واكيد دي دفعه معنويه بالنسبه لهم يعني، وثقه بشكل كبير. يعني راح كان لعيب كوره وكان لما بيلعب مباراه جيده وبيحقق فيها حاجه كويسه بتستكمل هذه الجزئيه في المباراه اللي بعدها، خصوصا ان انت خصوصا تلعب بقى مباراه نهائيه، لا ده انا عليا مسؤوليه كبيره جدا، انا عايز اخد بطوله افريقيا. في بعض اللاعبين هتبقى لاول مره يحصلوا على هذه البطوله، ممكن بعض اللاعبين تبقى اخر مره بالنسبه لهم يحصلوا على هذه البطوله ايضا. فبالتالي الشكل الفني بالنسبه للاعبين بتشوفه ازاي كابتن حسام؟ كان مثلا تعليماته هتبقى مختلفه عن مباراه النجم بالنسبه للشكل التكتيكي والخططي في الملعب، ولا بتشوفها ازاي ممكن تمشي مع بعض اللاعبين؟ هي الدنيا هتكون مختلفه بشكل كبير. النجم زي ما قلنا دي تجربه استثنائيه ومرت بكل ما فيها، حتى كل اللي كان عامله كابتن حسام، كل اللي كان بنيه مع جون علي معلول، الدنيا اختلفت تماما، الرصه اتهدت وبدا يدي تعليمات مختلفه، بدا توجهات تكون مختلفه. النادي الاهلي عنده ايجابيات كتير، عنده ايجابيات، عنده طرفين يعني غايه في القوه والاهميه، عنده علي معلول عامل اكبر عدد عرضيات في البطوله 58 عرضيه منهم 13 عرضيه ناجحه، عامل عدد اضافه بشكل كبير، اضافه لفرقه النادي الاهلي اكتر من رائع. هو كمان هيلعب على عبد اللطيف نصير يعني هو ظهير بطيء بشكل كبير، عنده عليه دور كبير لان محمد بناجم الظهير الايمن للوداد بيزيد دايما، طاير دايما موجود، ربما يكون راس حربه كمان موجود مع بن شرقي، فهو الراجل هيكون موجود. احنا الجبهه دي كنا برضو متخوفين منها مع حمدي نقاز لاعب النجم، احنا تالقنا بشكل كبير من ناحيه علي معلول ومحمد هاني ايضا، لكن الجبهه دي حققنا فيها نجاحات كثيره في مباراه النجم. طبعا هو له علي معلول اعتقد هو اقوى من اي حد موجود، هو ربما يكون الظهير رقم واحد في افريقيا دلوقتي داخل القاره، سواء الظهير الايمن او الايسر، لا وجوده يفرق بشكل كبير مع النادي الاهلي، هو محتاج ده، محتاج يلعب خلف عبد اللطيف نصير. الجانب الاخر احمد فتحي بيواجهه بدر كاترين، لعيب صغير في السن، اتغير في المباراه الاخيره في الدقيقه 63 ونزل مكانه ظهير ايمن، زي ما شفنا في بعض الفترات هنا في الرياضه المصريه، انت عندك ظهير ايسر خلاص على عدلته بيلعب برجليه الشمال وانت بتشيله وتجيب حد بيلعب برجليه اليمين، ده بيأثر بالسلب على الراجل اللي موجود في المكان ده، ثم اللاعب ما بيكونش على عدلته، بالاضافه ان انت بتظهر للناس ان انت ثقتك مش كامله فيه. لو ثقتك كامله في اللاعب اللي هو خلاص انت جايبه او انت متعاقد معاه عشان يبقى موجود في المكان ده، هي عدلته كده، هي رجليه اللي بيلعب بيها كده، فان انت تستبدله وتنزل الهاشمي اللي هو مش مكانه بيلعب ظهير ايمن. فاحمد فتحي مطالب ان هو يلعب كمان خلف كاترين، اسماعيل حداد كمان بيزيد، الاثنين بيزيدوا، يمكن المباراه دي هيكون لها معايير مختلفه شويه، مش هيكونوا موجودين، ولكن رغم كل التعليمات اللي بيتم توجيهها للاعبين، ولكن في حاجات كده اللعيب بيعملها بشكل لا ارادي، انا متعود ان انا ازيد او انا متعود ان انا اصوب، بحتفظ في بعض الاوقات بالحته التكتيكيه، بحتفظ اللي انا بيقولهولي المدير الفني، ولكن في بعض الاوقات خلاص انا رجلي اخد على كده، هو اسماعيل حداد اخد ان هو يزيد. خليني بس اروح للمكالمه من المغرب، طبعا دولتنا دوله شقيقه طبعا المغرب واشقائنا في المغرب طبعا. الصحفي شفيق الزواغري، اكيد الصحافه المغربيه بتلقي الضوء على هذه المباراه بشكل كبير، خصوصا ان دي مباراه نهائيه. استاذ شفيق تحياتي ليك، تحيات طبعا كل مصر واهل مصر لاخواتنا المغاربه.
مرحبا اخي محمد، مرحبا كل زملاء الصحفيين في وزنيز بلاتو. تحياتي ليك. يعني مباراه مهمه، مباراه في نهائي دوري ابطال افريقيا امام فريق النجم والاهلي، الوداد والاهلي طبعا، واكيد الكره المغربيه بتتطلع لفوز يكون مهم، يعني بيخلي فريق الوداد هو بطل افريقيا يمكن اعتقد للمره الثانيه بالنسبه لفريق الوداد، لكن النادي الاهلي ايضا يتطلع للنجمه التاسعه في هذه البطوله. اكيد صديقي محمد، يعني كيف ما قلت المقابله لا تحتاج القسمه الى قسمين، يعني اما فائز لا اما يعني منهزم، فهذه المقابله هذه وبالضبط يعني البحث على نقاط اللي او لا يعني نتيجه اللي تخلي الفريق انه يكون ويسجل واحد النتيجه اللي تاهله في المقابله النهائيه المقبله ان شاء الله، يعني البحث كيف ما قلت على الاميره الثانيه لفريق الوداد ولا التاسعه لفريق الاهلي. وكيف قلت يعني بالنسبه للصحافه المغربيه هنا يعني حاولت ما امكن رفع معنويات اللاعبين قبل يعني قبل الذهاب الى مسار يعني الاتجاه صوب مسار اليوم، على ما اظن ان يعني حاليا بعثه فريق الوداد انها حطت الرحال بالاسكندريه يعني عبر رحله خاصه طائره خاصه يعني صوب الاهلي صوب مصر، وان شاء الله كنتمنوا ان الامور يعني ان المباراه تمر في روح رياضيه عاليه بين الفريقين. طيب استاذ شفيق، يعني خليني اقول لك يعني استعدادات حسين عموته لهذه المباراه اكيد كنت بتلقوا الضوء عليها بشكل كبير، هل اصابات اللاعبين المميزين، الحاله شكلها بالنسبه لفريق الوداد عامله ازاي؟ بالنسبه يعني لحسين عموته في يعني في التمارين الاخيره ولا في الحصص التدريبيه الاخيره يعني حاول باش يركز على الجانب الذهني ديال اللاعبين والنفسي اكثر، كان كلنا كنعرفوا بان كاين نقص على مستوى خط الدفاع، يعني كانت الطرد الاخير ديال المدافع الاوسط امين عطوشي، اذا حسين عموته ما عنده حتى شي خيار للبحث على يعني تصحيح نقاط الضعف ديالو ويعني تقويه نقاط القوه باش على الاقل يرجع من مصر بنتيجه ايجابيه اللي تخليه انه يتارك الموقف المقرر ديال العوده هنا بالمغرب. كيف ما قلت يعني حسين عموته حاول ما امكن خلال هذه الحصص التدريبيه الاخيره، كيف ما قلنا كنعرفوا بان قوه فريق الوداد كاينه في الاظهره الظهيره الايمن الظهير الايسر، هو في نفس الوقت يعني حاول او لا حاول يقوي اللاعبين ديالو باش يبحثوا على العوده بنقطه ايجابيه او لا نقطه ايجابيه من مصر، في نفس الوقت حاول باش يصلح الخلل اللي كاين على مستوى الدفاع، على ما اظن انه غادي يتم اشراك يا اما اللاعب الايفواري واتارا او البوركينابي واتارا، وفي نفس الوقت كاين يعني حلول اخرى بديله اللي هو اللاعب ناعم اعراض اللي غادي يلعب مع رفقه يوسف في خط الدفاع، وكنتمناو ان يعني على الاقل يخلي اللاعب السعيدي في المركز ديالو اللي هو كيجيد لاعب في المركز ديالو ك يعني كثور كما كنقول يعني لاعب خط وسط دفاعي، ويعني حاول في خلال الحصص التدريبيه في نفس التركيز ديالو اللي كان في المقابلات ما قبل يعني الاخيره امام اتحاد العاصمه، شفنا بان النهج التكتيكي ديال حسين عموته حاول يغيره حاول يبدله باش على الاقل يجد النتيجه الايجابيه من قلب مصر. استاذ شفيق زواغري طبعا صحفي مغربي بشكرك شكرا جزيلا، طبعا يعني اكيد معلومات والصحافه المغربيه تلقي الضوء بشكل كبير على هذه المباراه، ده نهائي افريقيا مش اي نهائي، وده ابطال الدوري كمان بطوله بعد ما تحدثت بشكل كبير طبعاً. المقابل المادي كل ده بيبقى اي نادي متطلع بشكل كبير على حصول هذه البطوله والوصول للنهائي يعني مش سهل، فبالتالي مباراة اكيد مهمه بالنسبه لهم برضه. هو الحدث الاهم وزي ما قلت لحضرتك هو مش بس بيلقي ظلاله على فرقه النادي الاهلي، انا قافل ده نصور النادي الاهلي خلاص هي الاستفاده بس هنا، لا هو نفس الامر الوداد، الموضوع هنا يعني بينعطف على امور كتير، حتى احنا الروائق في الصحافه الرياضيه في البرامج الرياضيه الاعلام الرياضي حتى الشارع كمان، شوفوا يوم المباراه 50 او 60 الف اللي موجودين، الدنيا الموضوع في برج العرب المكان هو ظهير صحراوي لاسكندريه، الدنيا هناك بتكون مختلفه، باعة جائلين والاعلام وغيره بيعمل بيبص الحياه في المنطقه، كذلك الاخوه المغاربه عندهم كمان نفس الامر اكيد صحيح. بيأثر على الدوله كمان بشكل عام مش بس على النشاط الكروي او الرياضي فيها. استاذ نصر بشكرك يعني وجودك معانا ويعني استمتعت طبعا بكلامك. بشكرك وسعيد بيك دايما. حبيبي لا منور دايما باصرار ودايما لقاءات ثانيه نبقى موجودين مع بعض. يعني ده كلامنا عن مباراه الاهلي والوداد، ما زلنا مستمرين طبعا من خلال استاد الاهلي كلامنا عن هذه المباراه، هي الاهم في الوقت الحالي يعني بعد وصول مصر كاس العالم، نتمنى طبعا وصول النادي الاهلي لكاس العالم عن طريق هذه البطوله والحصول على هذه البطوله، وده اللي احنا نتمناه، فبالتالي اهميه قصوى بالنسبه لنا كلام على هذه المباراه وكل نقاط القوه ان شاء الله نقدر نطلعها في هذه المباراه، ودعم جمهورنا الكبير اللي هيكون متواجد 50 60 70، احنا عندنا عدد كبير جدا زي ما بقول لكم 200 الف دخلوا على موقع النادي الاهلي عشان ياخدوا تذاكر ل 50 الف
واحنا كده بقول كمان عدد قليل بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، لكن طبعا ان شاء الله كل اللي موجودين هم الخير والبركه اللي هيبقوا متواجدين في استاد الجيش ببرج العرب، ان شاء الله يبقى فوز ويطلعوا مبسوطين في هذه المباراه. زي ما بقول لكم كده احنا مستمرين من خلال استاد الاهلي كلامنا عن هذه المباراه بعد الفاصل. ان شاء الله يكون معاكم كابتن شادي محمد وبرنامج الكره والجماهير. السلام عليكم.